وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس لغة البرمجة الإحصائية R. درسنا اليوم رح يكون عن موضوعين هامين كتير بلغة البرمجة الإحصائية R، واللي هن القوائم وأطر البيانات Lists and Data Frames. القائمة List هي عبارة عن تجمع لعدد من البيانات مختلفة النوع ضمن متحول أو كائن واحد فقط. يعني مثلا إذا أنا في عندي متحول، بدي هالمتحول هاد يمثل شخص محدد، يمثل لي اسمه، يمثل لي معدله، يمثل لي حالته الزواجية سواء كان متزوج أو غير متزوج. هالشي هاد ما بإمكاني أعمله إلا باستخدام شي اسمه ليست أو قائمة. رح ندخل فورا بالكودينج. رح أنا أسمي متغير، مثلا رح أسميه X. هالإكس هاد رح يكون هو عبارة عن قائمة. حتى أعرف قائمة بالآر بستخدم الكلمة list أو العبارة list، وضمنها بحط المتغيرات اللي أنا بدي إياها. إحنا قلنا هالمتغير هاد رح يمثل شخص، في إله اسم name، مثلا هالname هاد هو أحمد، في إله معدل average فرضا 80، والحالة الزواجية status لتكون مثلا false. هلأ هيك أنا بكون عرفت شيء اسمه list أو قائمة وخزنته ضمن متحول اسمه x. بضغط enter، بلاحظ هون صار في عندي متحول اسمه x هو list of 3، يعني list فيها 3 متغيرات. هلأ في تعليمة اسمها str ممكن أطبقها على هالقائمة هي اللي عندي إياها اللي اسمها x، بتعطيني معلومات تفصيلية عن هالقائمة اللي عندي إياها. فهون لما حطيت strx قال لي list of 3 فيها الحقول name اللي هو أحمد وهو من النوع char، average اللي هو numeric واللي قيمته 80، status وهي عبارة عن logical variable والقيمة تبعيته هي false. هلأ بإمكاني أختصر هالعملية السابقة هي بالشكل إني أحط مثلا y list، أحط أحمد مباشرة من دون ما أكتب إني هذا هو عبارة عن name، وأحط هون 80 مع الفولس. فإذا بشوف محتويات y بشوف إن هي فيها متغير اسمه أحمد أو حقل اسمه أحمد، وحقل قيمة تبعيته 80، وحقل القيمة تبعيته هي فولس. هي عبارة عن عملية اختصار لتعريف list. هلا حتى أوصل لعناصر القائمة اللي عندي إياها اللي كانت هي مثلا x، بإمكاني أتبع عدة طرق. أحد هالطرق هي بإني بلاحظ إنه القائمة هي عبارة عن تسلسل لعدد من المتغيرات أو الحقول. يعني أول حقل هو name، الحقل الثاني هو average، الحقل الثالث هو status. بما إنه هن مخزنين بشكل متسلسل، فبإمكاني أحصل عليهم من القائمة x بإني أنا أذكر ترتيبهم أو دليلهم. يعني بضغط بحط x واحد enter، بيعطيني إني هذا الحقل هو عبارة عن name واللي هو أحمد. أو بإمكاني كمان أحط x بس قوسين ضمن بعض وبحط واحد، كمان بيعطيني نفس النتيجة. وحيطت x قوسين 2 رح يعطيني 80. بإمكاني كمان أحط x وضمن الأقواس تبعيت الدليل أحط اسم الحقل اللي أنا بدي إياه اللي هو name مثلا، فهو بيعطيني النتيجة إن هي أحمد وإن هالحقل هذا هو name. بإمكاني كمان نفس العملية أعملها بس بإني أنا أحط قوسين ضمن بعض، بضغط إنتر فبيعطيني كمان نفس النتيجة اللي هي أحمد. طبعا بلاحظ فرق بسيط بين القوسين وبين القوس واحد، لما بحط قوسين بيعطيني محتوى الحقل تبع الليست، يعني محتوى حقل النيم اللي هو موجود في الليست هو أحمد، بينما لما بحط قوس واحد فقط فبيعطيني اسم الحقل بالإضافة للمحتوى اللي فيه. نفس الشيء من شوي لما حطينا x واحد بقوس واحد فقط حط لي اسم الحقل مع المحتوى اللي فيه، بينما لما حطيت قوسين أعطاني المحتوى مباشرة بدون اسم الحقل. بإمكاني كمان أوصل لحقل النيم الموجود ضمن الليست x بإني أحط رمز الدولار فبيطلع لي هالحقول الموجودة عندي. نحن رح ناخد مثلا النيم، بضغط إنتر فبيعطيني قيمته اللي هي أحمد.
أو بإمكاني أحط بس أول حرف من اسم الحقل، بضغط إنتر كمان بيعطيني القيمة نفسها اللي هي أحمد. طبعا الطرق كلها صحيحة وكلها مستخدمة، ممكن يكون استخدام الأقواس بالإضافة لمعامل الدولار أكثر استخداما. هلأ ممكن كمان يكون في عندي بليست ما متغير هو عبارة عن فيكتور شعاع، شلون ممكن أعمل هالشي هاد؟ مثلا رح أعمل ليست أسميها ليست LST اختصار لليست، وهي من نوع ليست. رح أحط فيها مثلا اسم شخص نيم، رح ياخد القيمة مثلا كمان أحمد، ورح أحط كمان حقل جديد أسميه ماركس العلامات، ورح أخزن فيه عدة قيم مثلا 75 80 90، أضغط إنتر. هيك صار في عندي list of 3 كمان اسمها LST، list of 2 عفوا اسمها LST. هلا مثل ما سبق إذا بحط LST 1 راح يعطيني أحمد. طيب هلا إذا بحط LST 2 إيش راح يصير؟ راح يعطيني كل العلامات اللي عندي إياها. حتى لو كنت حاط LST 2 راح يعطيني إنه هذا الحقل هو ماركس وفيه هالعلامات هاي. بس هلا السؤال هو إنه شلون بدي أوصل لعلامة محددة من هالعلامات اللي عندي إياها؟ الجواب بكل بساطة هو إني أنا أحط LST وأفتح قوسين مثلا وأقول إنه أنا بدي الحقل الثاني وبدي العلامة الأولى مثلا منه. بهالشكل هاد بحصل على أول علامة من الحقل ماركس اللي هو عبارة عن شعاع. هلا في فكرة، لو كنت أنا عامل العملية نفسها بس بقوس واحد فهذا الشيء ما بيجوز وما راح يوصلني للشيء اللي بدي إياه، لأنه لما أنا حطيت LST قوس 2 قوس 1 فهو جاب لي الحقل بأكمله مع الاسم، فما بإمكاني آخذ من حقل بأكمله مع الاسم آخذ منه عنصر محدد. بينما بهالتعليمة هي اللي حطيناها بهالشكل هاد من قوسين هو جاب لي فيكتور بحد ذاته بدون اسم، هنيك متغير مركب أو معقد. بينما هالشكل هاد قلناه هو عبارة عن فيكتور شعاع بسيط جدا بإمكاني آخذ منه أي متغير أنا بدي إياه. كمان طبعا بإمكاني أستخدم معامل الدولار وأحط ماركس مباشرة فورا أحط رقم العنصر اللي أنا بدي إياه، أو باختصار حرف الام فقط مع رقم العنصر اللي بدي إياه بعطي نفس النتيجة. هي بالنسبة للليست. في شيء أهم من الليست ممكن يكون فيه له استخدامات أكثر واللي هو الداتا فريمز أو أطر البيانات. هذا من أحد الشغلات اللي بتميز لغة R. الداتا فريمز ما هي موجودة بلغات برمجة أخرى. الداتا فريم هي عبارة عن جدول بيحوي عدة أسطر وعدة أعمدة، بيشبه كتير ورقة الإكسل، ورقة العمل تبعية الإكسل، بحيث أنه يكون هالجدول هاد، خلينا نتخيله هالداتا فريم اللي هي جدول، تخيل أنه هي عبارة عن علامات طالب، عدة طلاب عفوا، علامات طلاب، أسماءهم، حالاتهم الزواجية. يعني هو عبارة عن، خلينا نحكي مثال تعميم للمثال السابق. إذا أنا في عندي عدة طلاب، كل طالب له علامة، كل طالب في له حالة زواجية، وفي له اسم طبعا، فهذا الشيء بإمكاني أعمله باستخدام شيء اسمه داتا فريم. بدي أتخيل أنه أنا في عندي جدول، العمود الأول هو عمود الأسماء، العمود الثاني هو عبارة عن عمود الحالات الزواجية، أو مثلا ممكن العلامات، والعمود الثالث هو الحالات الزواجية أو الحالات الاجتماعية. هذا بإمكاني أعمله عن طريق داتا فريم، بأنه أنا أعرف أشعة كل شعاع فيه بيانات شيء محدد. يعني مثلا الشعاع الأول خلينا نسميه نيم، نعتبره هو عبارة عن شعاع، نحط فيه الأسماء أحمد ورامي حسان مثلا، هي عبارة عن الأسماء اللي عندي إياها أنا. الشعاع الثاني ليكون مثلا العلامات ماركس، رح أخزن فيه علامات هالطلاب هدول كلادي على الترتيب 70 80 90، والحقل الأخير رح أسميه status، ورح أخزن فيه حالاتهم الزواجية لتكون true true و false. هلأ هالثلاث أشعة هاي بإمكاني أدمجها بمتغير واحد فقط من النوع data frame وليكن اسمه data أو my data، نحط فيه شيء اسمه data frame
عبارة معرفة بالآر. هالداتا فريم رح تحوي جواتها النيم، رح تحوي فيها الماركس، رح تحوي فيها الستاتيوس. فهلأ بلاحظ إنه صار في عندي شيء اسمه ماي داتا، ما خزن لي إياها كفاليوز، خزن لي إياها كداتا نمط، هذا معطيات قال لي فيها 3 objects of 3 variables، 3 كائنات من 3 متحولات. هلأ إذا بقول له ماي داتا وبضغط انتر، فبيعطيني هالشكل، هاد العمود الأول نيم، الأسماء مثل ورقة الإكسل على الضبط، الماركس العلامات، وستاتيوس اللي هي الحالة الزواجية. طبعا التعديل هلأ رح يكون أمر كتير معقد على الداتا فريم، بس في تسهيل من لغة R هو أني أنا أستخدم التعليمة فيكس لهالماي داتا هاي. إذا أنا بدي أعدل أي عنصر من عناصر الداتا فريم، فيكس ماي داتا تفتح لي الداتا اللي عندي إياها بشيء اسمه داتا إديتر، حتى أنا بإمكاني أني أعمل أي تعديل على هالبيانات اللي عندي إياها إذا كان في خطأ عليها. مثلا عملت العلامة 85 وطلعت من الداتا إديتر، رح أرجع أطبع محتويات الماي داتا، فبلاحظ إن العلامة صارت 85 بدل 90، هذا باستخدام الداتا إديتر. نفس الشيء كمان بإمكاني أستخدم التعميل تعليمة سمري مع الماي داتا اللي هي عبارة عن داتا فريم، فبتعطيني إحصاءات عامة عن الداتا فريم اللي عندي إياها حسب كل عمود من الأعمدة. بالنسبة للعمود نيم، في عندي أنا بالنسبة للاسم أحمد تكرار واحد له، بالنسبة للاسم حسان تكرار واحد، بالنسبة للاسم رامي تكرار واحد. طبعا هو رتبهم ترتيب تصاعدي أبجدي. بالنسبة للماركس نفس الشيء كمان، في عندنا مينيموم للماركس، أقل علامة هي 70، والماكسيموم اللي هي 85 أعلى علامة، الفيرست كوارتايل اللي هو الرباع الأول، والميديان اللي هو السكند كوارتايل واللي هو الرباع الثاني أو الوسيط، والمين اللي هو المتوسط الحسابي، والثيرد كوارتايل اللي هو الرباع الثالث. بالنسبة للستاتيوس قابليني هنا النمطه هو عبارة عن لوجيكال، في عندي فولس واحد يعني في واحد شخص واحد بس غير متزوج، والترو في عندي اثنين اللي هن شخصين غير شخصين متزوجين. بإمكاني كمان بالماي داتا اللي هي داتا فريم اني اوصل لبيانات شخص محدد او سطر محدد. طبعا احنا عندنا كل سطر بيمثل شخص، باني انا اذكر اسم الماي داتا وافتح اقواس، بعامل الداتا فريم كانها هي عباره عن ماتريكس يعني مصفوفه، يعني رح يكون في عندي دليل للاسطر ودليل للاعمده. فبدليل الاسطر اذا بحط اثنين وبضغط انتر بيعطيني بيانات السطر الثاني واللي هن مثلا رامي ماركس، المارك تبعيته 80 والستاتوس تبعيته ترو. كمان بنفس الاسلوب بامكاني اوصل لبيانات عمود محدد، مثل اني انا اطلب مثلا العمود الثالث واللي هو ستاتوس، فبرجع لي على شكل فيكتور قيمته true true false. في كمان تعليمتين بإمكاني أستخدم مع data frame واللي هن التعليمة view view my data. هاي التعليمة بتعرض لي ال data frame تبعيتي بشكل منسق على شكل جدول ضمن شيء اسمه my data حسب اسم ال data frame تبعيتي، فحط لي فيها names marks status. من الشغلات اللي ممكن أستفيد منها هون بالفيو بتعليمة الفيو بإني أنا أشوف الأسماء أرتبهم حسب الترتيب التصاعدي أبجديا طبعا، أو حتى بإمكاني أعمل نفس العملية على الماركس، نفس العملية كمان بإمكاني أعملها على ستاتيوس. طبعا هذا الخيار بيفتح لي هالبيانات تبعيتي بإطار جديد. من التعليمات المهمة كمان والشديدة الأهمية هي التعليمة ستاك. هالتعليمة هاي في لها أهمية كتير كتير بنشوفها بالمستقبل بالتحليل الإحصائي. بنشوف إيش بتعمل التعليمة ستاك. البيانات تبعيتي الماي داتا بنشوف إني كانت على شكل أسطر وأعمدة. رح نعمل هلأ نحن بيانات جديدة، ولتكن مثلا X1 اللي فيها القيم 70 80 90، X2 كمان شعاع رح يكون فيه قيم 80 90 100، X3 شعاع رح نحط فيه القيم 90 80 70 مثلا. رح اربطهم مع بعض بداتا فريم اسميها ماي داتا، يعني رح امحي الماي داتا القديمه، رح اعتبر هي هي عباره عن داتا فريم، احط فيها اكس 1 اكس 2 واكس 3.
لما بطبع الماي داتا صار في عندي اكس 1 اكس 2 اكس 3 على شكل داتا فريم. هلا اذا انا بعمل ستاك للماي داتا، الشيء اللي راح يصير هو انه راح يطالع لي البيانات بعمود لحال وشيء اسمه اندكس لالون بعمود لحال. الشيء اللي عملت لي اياه التعليم ستاك هي اني اخذت اكس 1 اكس 2 اكس 3 حطيت البيانات تبعيتهم كلياتهم فوق بعض 70 80 90 بعدين 80 90 100 بعدها 90 80 70 وسمت كل قيمه وضحت لي هي لاين صنف بتنتمي. اعطتني الاندكس تبعيتها 70 80 90 كلهم من اكس 1 فاعطى اكس 1 اكس 1 اكس 1. نفس الشيء بالنسبه لل 80 90 100 هي اكس 2 اكس 2 اكس 2 فهي بتنتمي للصنف اكس 2. نفس الشيء بالنسبه لل 90 80 70 هن من اكس 3. هاي التعليمة يمكن هلا ما نشوف فائدتها بس بالمستقبل كتير في إلها فائدة كبيرة بالتحليل الإحصائي. هيك بنكون انتهينا من شيء اسمه ليست من شيء اسمه داتا فريم. هلا من المواضيع التانية اللي ممكن نحكي عنها بهالجلسة هي إن الاستيراد وتصدير البيانات، مع إنه نحن عم نحكي عن بيانات أو عن أنواع معطيات فرح نحكي عن شيء اسمه استيراد وتصدير البيانات. كنصيحة مني بنصحكم انه تتعاملوا دائما مع نوع ملفات او نوع بيانات اسمه CSV او من اللاحقة CSV المقصود فيها Comma Separated Values هي القيم المفصول ما بينها بالفواصل. انا كان في عندي البيانات تبعت الماي داتا وانا بدي اصدرها حتى استفيد منها، ممكن مثلا اعمل لها تحليل باستخدام برنامج الـ SPSS او بدي اعمل لها تصدير حتى استفيد منها بالاكسل او باي برنامج اخر مثل الساس مثل الستاتا مثل الاي فيوز ايش ما كان يكون. ما في برنامج بمجال الاحصاء او بغير الاحصاء الا بيقبل التعامل مع بيانات الـ CSV اللي هي كوما سيبريتد فاليوز. حتى انا اصدر هالماي داتا الداتا فريم اللي عندي اياها اللي اسمها ماي داتا اصدرها كمتغير او كملف عفوا من النوع CSV بستخدم التعليمه write.table يعني طبع لي او اكتب لي في جدول جديد لمين راح اعمل الرايت للماي داتا بحط بعد المسار اللي بدي ابعت عليه الماي داتا. مثلا بدي احطه بالدي وراح اسمي هالملف هاد داتا من النوع .csv وراح افهمه انه يفصل لي بين القيمه والقيمه بفواصل عاديه. راح اضغط انتر. هلا اذا رحت انا على الدي رح نشوف ضمن الدي صار في عندي شيء اسمه داتا من نوع CSV. بإمكاني حتى أنا أفتحها باستخدام النوت باد العادية فبلاقي إنه صار في عندي X1 X2 X3 وحط لي البيانات تبعيتهم مثل ما هنن على الضبط بس فصل بين كل قيمة وقيمة بفاصلة عادية. X1 X2 X3 السطر الأول واحد السطر الأول 70 80 90 السطر الثاني 80 90 80 وهكذا. هي بالنسبة لتصدير البيانات كـ CSV. طيب هلا أنا حاليا ما في عندي متغير اسمه داتا بهالشكل هذا عفوا ما في عندي متغير خلينا نقول ماي داتا بهالشكل هذا Object ماي داتا not found. خلوني أنا أروح أعمل استيراد من هالملف اللي حفظناه قبل شوي الـ Data CSV وأخذنا ضمن متغير اسمه ماي داتا بأحرف كبيرة. هذا الشيء كمان ممكن إنه يتم بالشكل ماي داتا سهم التوجيه read dot table. هلا القراءة راح تكون منين؟ d data dot csv اسم الملف اللي عندي اياه فاصلة header header يساوي true فاصلة separate يساوي فواصل عادية. طبعا بالنسبة لل الرمز لازم يكون هيك عملنا read نحن هلا. طبعا بالنسبة للهيدر يساوي true انه انا في عندي ترويسة للبيانات اللي عندي اياها، يعني انا بلاحظ انه كان في عندي x1 x2 x3 فهي اسمها ترويسة او هيدر فهي موجودة فبدأ له ان هي موجودة فنقرأ ويحط لي اياها ضمن الماي داتا. بالنسبة للسيبريت يساوي فاصلة انه هالبيانات تبعتي مفصول ما بينها بفاصلة.
هلا اذا انا بعمل طباعه على بيانات الماي داتا بلاقي انه نفس طلع نفس الشكل اللي كان عندي اياه في اكس 1 اكس 2 اكس 3 وضمن القيم اللي عندي اياها. طبعا كمان حط لي اياها هون كمتغير جديد بنفس نوع الداتا فريم، نفس ترتيب تعريف الداتا فريم. اذا بحط المؤشر على الماي داتا بلاقي ان هي عباره عن داتا فريم. هلا في فكره كمان رح نحكي عنها. الموضوع الاول اللي راح اقول عنه وهو مهم هي فكره انه في بعض المراجع اللي نشوف فيها بتكتب انه طرق التصدير او الاستيراد من برامج او من ملفات اخرى غير امتداد السي اس بي. انا حسب رايي ما في داعي لها لانه ممكن تعمل مشاكل كتير. حتى هلا بكتابي اللي بين ايديكم اذا بتطبقوا التعليمات تبعت الاستيراد والتصدير ممكن بعض الاجهزه ما تشتغل عليها التعليمات، خاصة بالنسبة مثلا للاستيراد من اكسل او التصدير لاكسل، بسبب انه في مشاكل بتصير ببيئة الجافا او دواعم الجافا اللي بتنزل على الكمبيوتر. فمشان هيك انا كتير حبيت انه احكي بالتحديد فقط عن السي اس في بهالكورس هاي، لانه رح يكون في مشاكل وتدخلوا بقصص ما ممكن ما تلاقوا لها حل، حتى مثل مثلا تحديث الجافا او اصدار الجافا اللي عندكم يا قديم، او ممكن يكون حتى احدث من الباكيجات اللي عم تستخدموها، فيصير في عدم توافق بين التعليمات اللي عم تستخدموها والباكيجات اللي عندكم اياها مع الملفات مع الاستيراد والتصدير من ملفات غير السي اس في. هي اول فكره. الفكره الثانيه بالنسبه للمتغيرات اللي نحن عملناها وتخزنت عنا بالذاكره، هل يا ترى في طريقه بامكاني اني انا احذفها من الذاكره؟ الجواب طبعا اكيد. استخدام التعليم ار ام ضمن الار ام راح احط ليست يساوي الاس. هالتعليمة هي بتمحي لي كل المتغيرات الموجودة عندي بالذاكرة. فأنا بس ضغط انتر كل التعليمات كل المتغيرات الموجودة عندي بالذاكرة تمت إزالتها. طيب بالنسبة للتعليمات اللي أنا كاتبها هون على الكونسول تبعيتي، طبعا بإمكاني إني أفرغها كمان باستخدام الكنترول مع ال كنترول ال بكون فرغت كل الكونسول اللي عندي إياها. هي جلستنا اليوم وهي ما طويلة كتير، وإن شاء الله نلتقى بجلسة جديدة رح تكون عن العبارات الشرطية والعبارات التكرارية والتوابع.